لم يكن ليصل عدد المستخدمين في تطبيق واتساب إلى 2 مليار شخص في العالم لولا أنه تعهد لهم بتشفير معلوماتهم الشخصية وحمايتها، إلا أن ذلك على ما يبدو بات في خبر كان. ففي الأيام الماضية ظهرت نافذة منبثقة للمشتركين في أثناء استخدام للتطبيق في هواتفهم تطلب منهم الموافقة على تحديث سياسة الخصوصية، مفادها أنه سيكون أمامهم حتى 8 من شهر شباط عام 2021 للقبول بالبنود الجديدة والموافقة عليها، وإلا فسيحذف حساب واتساب الخاص بهم بدءا من ذلك التاريخ إذا لم يقبل المستخدمون تلك الشروط، والتي تشمل الاندماج مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى ومنح مساحة للتفاعل مع الأنشطة التجارية بشكل أكبر وجمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين كرقم هواتفهم وصورة حسابهم وأنماط استخدامهم والمجموعات التي انضموا إليها ومعلومات أخرى مثل بيانات الجهاز وعنوان الآي بي الخاص بالمشترك، وهو ما أثار الرعب والريبة لدى الملايين من المستخدمين. ناشطون اتهموا شركة فيسبوك بأنها تتاجر بروادها من دون إرادتهم، إذ تجمع عنهم المعلومات وطبيعة نشاطاتهم وكيفية تفاعلهم مع الآخرين واهتماماتهم، ثم تحلل وبعدها يقع الاختيار على نوع الإعلانات الموجهة التي ستستهدفهم، وهو ما عدوه انتهاكا لخصوصيتهم بذريعة سعي مجموعة فيسبوك إلى تحقيق إيرادات نقدية بالسماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق واتساب أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند. تأتي هذه التغييرات الجديدة في تطبيق واتساب في عقاب الجدل الذي يشير إلى أن هذا التطبيق يجمع بيانات أكثر بكثير من تطبيق أي رسالة أخرى ضمن ملحقات شركة أبل العالمية، خاصة أنه بعد الدعوى القضائية التي رفعتها 10 ولايات أمريكية ضد محرك جوجل في المدة الماضية. فقد أشارت صحيفة وول ستريت جورنال بأن فيسبوك وجوجل اتفقتا على التعاون ودعم بعضهما بعضا ضد إجراءات مكافحة الاحتكار في حالة التحقيق في اتفاقهما للعمل معا في الإعلان عبر الإنترنت دون الالتفات إلى حجم الغضب لدى جموع مستخدمي تطبيق واتساب، خاصة مع تفشي جائحة كورونا التي دفعت بالملايين للجوء إلى تطبيقات التواصل عبر الإنترنت لإنجاز أعمالهم عن بعد ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بالوباء.